متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. كما الكل يرتقب ونحن نرتقب تأثيرات الكتل الهوائية الرطبة النادرة التي لا تتكرر كثيرا، المتوقع أن تندفع إلى الجزيرة العربية. نبدأ معكم هذه النشرة باستعراض لآخر توقع آخر صور عفوا الأقمار الاصطناعية في المملكة، والتي باتت تشير إلى وجود حزم من السحب الممطرة في الأجزاء الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية، تشمل دول الإمارات وسلطنة عمان وأيضا بعض الأجزاء الحدودية ما بين المملكة وأيضا اليمن. هناك بعض السحب الركامية العادية بدأت تتشكل في مناطق الربع الخالي، بعض المناطق الأخرى تتعرض لتشكيلات من السحب غير الممطرة. كما يعلم الجميع طبعا نحن في حالة مراقبة حثيثة على مدار الساعة لاندفاع ما يسمى بموجة شرقية رطبة قادمة من مناطق بحر العرب والمحيط الهندي وعبر سلطنة عمان والإمارات، بالدخول إلى مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية وكافة تقريبا مناطق أواسط وجنوب الجزيرة العربية. هذا الاندفاع للكتلة الهوائية الرطبة أو الموجة الشرقية سيعمل خلال الأسبوع المقبل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة تتمثل بتطورات لسحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق عشوائية ومتفرقة من الجزيرة العربية. هذه سمات هذه السحب الركامية الرعدية أنها تكون مصحوبة بأمطار غزيرة، أيضا رياح هابطة قد تؤدي إلى حدوث موجات من الغبار الكثيف، كما قد تصحب بعض هذه الغيوم الرعدية بتساقط زخات البرد، ويتفاوت تأثير هذه الكتلة الهوائية من منطقة إلى أخرى بحسب الأيام. سنستعرض معكم هذه التوقعات بعد قليل، ولكن إجمالا يتوقع أن تدخل هذه الكتلة الهوائية الرطبة إلى مناطق أيضا نادر أن تصل إليها عندما تصل مثلا مناطق أواسط المملكة بما فيها العاصمة الرياض، أيضا قطر وأيضا البحرين، ولاحقا تصل هذه الكتلة الهوائية الرطبة إلى مناطق غربي الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية. ذات الأمر سيؤدي إلى انزياح نادر للكتلة الهوائية الحارة المدارية نحو الشمال مبتعدة عن مناطق وسط المملكة، فمثلا العاصمة الرياض قد تتعرض لانخفاض ملموس جدا على درجات الحرارة يوم الأحد أو مطلع الأسبوع القادم نتيجة انزياح هذه الكتلة الهوائية الحارة نحو بلاد الشام ومناطق العراق. مناطق مختلفة من المملكة متوقع أن تتراجع بها درجات الحرارة بشكل لافت خلال مطلع الأسبوع القادم مع دخول هذه الكتلة الهوائية الرطبة. ماذا متوقع أو ما هو التسلسل الزمني المتوقع بمشيئة الله تعالى لتأثيرات هذه الكتلة الهوائية الرطبة؟ تبدأ طبعا بيوم الجمعة، التركيز الأكبر بيوم الجمعة هو التمركز على مناطق تقريبا جنوب شرق الجزيرة العربية، نتحدث عن الإمارات، سلطنة عمان، أيضا أجزاء ما بين عمان واليمن، الحدود السعودية اليمنية ومناطق الربع الخالي. هذه المناطق جميعها معرضة أن تتعرض ليلة الخميس على الجمعة ويوم الجمعة لهطول زخات رعدية من الأمطار بشكل عشوائي، تكون هذه الزخات أحيانا غزيرة بما يكفي لأن تجري الأودية والسيول في تلك المناطق، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد، كما أحيانا تكون مصحوبة بنشاط لافت للرياح الهابطة. هذه المناطق طبعا أغلبها ذات كثافة سكانية منخفضة، وبالتالي تأثيرات الحالة الجوية يوم الجمعة تتركز في مناطق ذات تأثيرات أو كثافة سكانية قليلة. مناطق تأتي في الدرجة الثانية وهي مناطق مثلا بالقرب من نجران على سبيل المثال وبعض مرتفعات جنوب غرب المملكة، ربما تتعرض لزخات رعدية من الأمطار لكنها تعتبر اعتيادية في تلك المناطق ربما خلال نهار يوم الجمعة. لكن يوم السبت مع دخول هذه الكتلة الهوائية أكثر كما تلاحظون إلى داخل عمق المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، سنشهد بأن هناك تركيز كبير لهذه الحالة في المناطق الجنوبية من المملكة، مثلا منطقة شرورة، مناطق وادي الدواسر، نجران، وحتى وصول إلى جازان. هذه المناطق جميعها معرضة أن تتعرض لاستمرار أو هطول زخات رعدية من الأمطار. مرة أخرى كثافة هذه الأمطار قد يكون غزير بما يكفي لأن تجري الأودية والسيول في هذه المناطق وأن تحدث السيول في تلك المناطق، كما أيضا تتميز بذات السمات مصحوبة برياح نشطة هابطة قد تؤدي إلى حدوث موجات غبارية في مناطق محيطة بهذه السحب والغيوم. تستمر الأمطار بالهطول أيضا في مناطق الربع الخالي، كما يمتد الحزام المطر إلى مناطق أكثر داخلية، لدرجة أننا نراقب بحسب النمذجة العددية حتى في العاصمة الرياض هناك فرصة لأن تشهد أمطارا رعدية نادرة في فصل الصيف. لو أخذنا نظرة أقرب إلى ذلك سنجد لو أخذنا نظرة أقرب إلى ذلك في العاصمة الرياض سنجد أن في العاصمة الرياض يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتعرض هناك فرص لأن تتعرض يوم السبت لأمطار رعدية ربما حول العاصمة الرياض. إجمالاً فرصة وجود الأمطار الرعدية بحول المناطق الوسطى هي فرصة غير معتادة في منتصف شهر
يوليو شهر تموز، ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد هذه المناطق فرصا لأن تهطل الأمطار بذات السمات، وهي أمطار رعدية غزيرة قد تكون أو تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، وتستمر فرص الأمطار أيضا يومي الأحد والاثنين، مع التفاصيل أفضل وأوفس تكون خلال الأيام القادمة بالنسبة للعاصمة الرياض. ولكن بشكل عام ما هو متوقع في المملكة؟ أن تشهد المملكة امتداد تدريجي لهذه الموجة الرطبة بدءا من يوم الجمعة من مناطق جنوب شرق الجزيرة العربية، لاحقا تمتد إلى المناطق الجنوبية وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية، ومن ثم يوم السبت والأحد والاثنين تصل إلى المناطق الوسطى من المملكة. لمن يسأل أيضا عن توقعات الحالة الجوية بنا وقفة عرفات في مرتفعات مكة، فما زلنا تحت المراقبة، هناك فرص مرتفعة نوعا ما لأن تتعرض مكة المكرمة لهطول زخات رعدية من الأمطار يوم وقفة عرفات، وإجمالا الطقس غير مستقر ويحتاج إلى المتابعة الدورية للحالة الجوية. هذه الموجات الرطبة بالعادة لا يمكن التنبؤ بدقة كيفية تأثيراتها على أرض الواقع إلا خلال 48 ساعة، وبالتالي تحتاج هذه التوقعات إلى مراجعة دورية وقد تكون شاملة في بعض الأوقات. الآن نعود إلى توقعات الحالة الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، فالأجواء تكون عبارة عن أجواء حارة 32 درجة مئوية مع ظهور لكميات من الغيوم المتفرقة، ولكن الطقس إجمالا يكون طبعا هذه الليلة مستقر. دعونا نستعرض الآن هذه التوقعات النادرة، يعني لم أكن أتصور في منتصف شهر تموز شهر 7 وهو الشهر اللاهب في الجزيرة العربية أن نستعرض هذه التوقعات في العاصمة الرياض. فيوم السبت 41 درجة مئوية طقس حار، لكن مع فرص أن تشهد العاصمة الرياض بعض الزخات الرعدية من الأمطار في ساعات ما بعد الظهر والمساء الصغرى لين 30 درجة مئوية، انخفاض ملموس وكبير على درجات حر يوم الأحد، تهبط درجة حرارة في العاصمة الرياض إلى 36 أو 37 درجة مئوية، وهي بالمناسبة أقل من درجات الحر المتوقعة مثلا في بلاد الشام، فتهبط درجات حرارة إلى أقل من معدلاتها مع فرص أمطار رعدية سواء في ساعات النهار أو في ساعات الليل، ولكن نتمسك من الخوض في التفاصيل إلا عندما نقترب من هذه المدة الزمنية أي خلال اليومين القادمين. تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة يوم الاثنين مع فرص لأمطار رعدية سواء في ساعات النهار أو في ساعات الليل، مع عودة درجات حرارة الارتفاع من جديد إلى 42 درجة مئوية، وبالتالي يوم الأحد تحديدا سنشهد درجات حرارة منخفضة عما هو معتاد عليه في العاصمة الرياض وسائر المدن السعودية بسبب تأثير هذه الموجة الرطبة. وأعود وأكرر مرة أخرى، هذه توقعات نادرة لا نشهدها، وربما يعني أنا أول مرة أقدم نشرة جوية في منتصف الصيف تشهد بها المناطق الوسطى من المملكة توقعات لأمطار رعدية، وإن لم تحدث فقط في المدن الرئيسية ربما تحدث في مناطق المحيطة بها، وهي بشكل عام حالة جوية غير معتادة. الآن نستعرض معكم توقعات درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة غدا والصغرى ليلة الجمعة. سنبدأها من الشمال هذه المرة، من السكاكا 42 إلى 30 درجة مئوية، في عرعر 43 إلى 29، وفي تبوك من 39 إلى 27 درجة مئوية، والأجواء حارة طبعا في تلك المناطق بشكل عام. المناطق الغربية في جدة 37 إلى 33، في مكة المكرمة 42 إلى 31، في الطائف 32 إلى 24، وفي المدينة المنورة من 41 إلى 29 درجة مئوية. في مناطق جنوب غرب المملكة من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد الأجواء هناك 30-19 في أبها، في الباحة 28-19، وفي جازان من 38 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى حوالي 33 درجة مئوية. انتقال للمناطق الشرقية، في الإحساء 45-31، في حفر باطن 46-30، وفي الدمام من 41-33 درجة مئوية. ختام هذه النشرة في المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض 44-31، في بريدة في القصيم 46 درجة مئوية العظمى والصغرى 31، وفي حائم من 41 عفوا إلى 30 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. طبعا هناك تنبيهات هامة ونصائح بعدم المغامرة بالذهاب إلى مناطق تهطل بها الأمطار الرعدية وعدم المجازفة بالدخول في الأودية في ظل تأثيرات هذه الحالة الجوية. ننصحكم بالمتابعة الدورية، ويمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن هذه الحالة الجوية بمشيئة الله تعالى. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.